السلام عليكم الإخوان، لاباس عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديد. اشتريت واحد جوج ديال لي درون، اشتريتهم من السوق بواحد الثمن رخيص بزاف، ماشي الثمن ديالهم. عجبوني، لقيتهم مزيانين. مالاش انا شفت قبل ما كنشري، حتى كان جبد عندي الكونيكتيو في التليفون، كان ضرب الثمن ديالهم 600، كنشوف شحال دايرين وعاد كنشري. هذا هو اللي كندير انا ديما ملي كنبغي نشري شي حاجه دوك كازيو، حتى كنشوف شحال دايره في الجديد. بون، اليوم فيديو اليوم على حساب جوج ديال لي درون بالكاميرا بكلشي كيف فيلميو. شريت على الله، شريت جاي على الله، سافو دير خدمو ما خدموش ديالك منك للواد. تاني عطيتو الثمن ديال منك للواد. شريت جوج درون، وحده كبيره وحده مويانه، شريتهم ب 30 القروش، سافو دير 6000 ريال مغربيه، وغامرت عليهم. بغيت نخدمهم، واخا انا كنبري كل شويه في الضو، كنفهم شويه في هادشي ديال الالكترونيك. المهم خديتهم وغادي نوريكم وشوفوا واش شمتني ولا لا، نتوما تحكموا. البياسة الخوت هادي اللي قلتكم دي شريتها على الله من السوق، ولا السوق دوكازيون، مي هي في الكارطونة ديالها كيما قلتكم. ها هي ضعتي ومعايا لك كاميرا دوبرو. ها هي خوت، درتلكم الكارطونة مضروب. تيلي كوموند ديالها هادي، يا راه خدامة خوت. أنا ما نويتهاش تخدم صراحة، شريت على الله، شريت جوج ب 30 أورو، شريت جوج ب 30 أورو كيما قلتلكم. هادي باش مدخلهاش هنا، فوالا باش تبانلكم. هانتوما راه شريتها بالكاميرا، ها لا مارك منين مكازا اللي خديت من عندهم، اللي كياخذ من عندهم السيد عفوا. هي هادي دارتي، هادي خاصة بالكترونيكوسي، غير الكاميرا ساوية شي 100 وشي حاجة، 100 وكدا الأورو. فيها الوي فيك، كتكونيكتيها مع التليفون. التليفون راه بلاصتو هنايا كما قلت لكم الخوت، راه خديت هادشي كلشي. هادي بالكاميرا ديالها تيلي كوموند، ومعاه شي فحلات اخرين، وخديت وحدة اخرى انا نجيبها لكم. هي هادي الخوت، هادي هي خديتهم بجوج، هادي كبيرة وهادي صغيرة، دايرة فيها الوي فيه، فيها كل شيء. كتليشارجي لابليكاسيون، هذه هي التليكوموند ديالها. فوالا هذه التليفون راه كيدخل هنا هاد البلاصه، هذا عند واحد اللعيبات تيخرجوا. فوالا هذه هي بلاصه التليفون، هذه عندها التليفون الفوق، هذه عندها هنا لتحت. هذه فيها دوبل كاميرا، فيها كاميرا هنا وكاميرا لتحت، كتصور 360 درجة. فوالا المهم هادي صدقت لي فيها واحد الفرفرة ما كدورش، هادي هي وحدة فيهم ما كدورش، كلشي خدام، الكاميرا خدام، مع الويفي خدام، وحدة ما كدورش، عندها الدينامو خصو يتشونجا. غادي غنمشي ندور لها على البياس ديالها، غناخد هاد السيري هادي، وناخد غير 600، غادي نمشي نقول لهم عطيوني هذا، لقيتو في الانترنيت داير شي 10 الاورو، نافوغو شي حاجه شي حاجه. فوالا ماشي شي حاجه غاليه، فيها الوي في، هانتوما خوت باش تشوفو الكاميرا كلشي شحال كيصورو، تكون انت مع التليفون. انا نجبد عليكم هادي هي الخوت،
ما تشعل، عندك كاميرا هنا هذيك كتصور 360، وكاميرا هنا كودرة خدامة، سييتها خدامة. هانتوما هنا كيبان لكم الضو، عندها واحد الفرفرة شتو، هانتوما هذيك كدور، هادي اللي معكسة الخوت، هادي اللي ما خداماش، شتي تقيلة. شوف هادو، شوف هادي، وشوفوا هادي، مي هادي خصك تدفعها انت، هادي اللي عندها فيها المشكل. صافي الخوت، هادي راه ساوية شي 90 الأورو جديدة شتها، وهادي ساوية 290، 290 هادي 290، هي 60,000 ريال مغربية تقول هكاك. هادي مع النوتيس ديالها بالوراق ديالها بكلشي الخوت، عطيني هادي راه مزيانين، ولا اللي عاطينك هادي عاطينك معاها. شنو هادي جاية من عند ليطا فرنسا، كيقول لك شنو خصك تحترم والبلاصه فين غادي فين تخدم هادشي وشنو خصك دير. المهم القوانين كاين شي ممنوعين بحال في المدينه وفي حدا الديور، تصور الناس، تصور من فوق الريوس ديال عباد الله. المهم بزاف ديال الحوايج اللي عاطينا هنايا، ما خصكش انت مره 10 من الاول حتى لعند. عندما الخوت راه ما مشارجياش، خصني نشارج جيار عشتو هي عيات. المهم انا بغيت غنسيي الخوت واش خدامه ولا ما خداماش، الحمد لله صدقت خدامه. هذه كانت هذيك خدامه، فوالا اليوم غادي. المهم 30 الاورو الخوت راه ماشي شي حاجه هنايا، عندنا 3,000 ريال بحال اللي تقامت عليا ب 3,000 ريال، حاجه مزيانه، بون افير. هذيك خدامه راه دايره 290 اورو، راني فرحان زعما عمرش. غير الكاميرا ديالها هذه هي راه ساويه الفلوس الخوت، اللي كيعرف الكاميرات هاد الجو برو راه غاليين، وفيهم الجوده ديال التصوير، وتقدر تكونيكتيها مع التليفون وتحطها في شي بلاصه وبلا ما تكون حداها وتصور، ماشي مشكل انت تكوماندي فيها من التليفون. هذه حق هذه كتلصق هنا لتحت وكتصور لك كاع داكشي، فيما مشات ديك الدرون فيما مشات كتصور لك البلايص. انت في الخوت هادي لا فوالا، انا طفيت الخوت، وهذا مكان ان شاء الله شي همزه اخرى ان شاء الله. فوالا جو برو ايرو، السميه ديال هاد الدرون هي درون هيبريد بلاسك ماستر. فوالا وهذا مكان الخوت، ودعيو معنا ان شاء الله، وديروا لنا لي بارطاج، وديروا لنا لي جيم، وان شاء الله ملي غادي نسييها على برا غندير لكم فيديو بيان سور، غادي نصور لكم بالكاميرا ديالها، ما وريتها لكمش، خليتها كتشارج، انا غنجيبها لكم وتشوفوها قبل ما نمشي. ولا خوتها هي لا كاميرا ديالها جات معاها مع لي زاكسيسوار ديالها وكل شيء، هانتوما اللي كيبان لكم، اسميها ايرو بلوس. خصك لاكارت ميموار، شريت وحدة، شريتها من سوق نيت، كاين هنا السوق لوكازيو كيبيعو فيها بحال هاكا لي بياس كومسا جديد اللي بغيتي الخضرة. المهم دخلت تما الصباح، مشيت باش نخدم وقلت راه ندوز على السوق، فعلا لقيت هادشي عجبني. انا كنت الصراحة كنت غنشري غير هادي، غير هادي، هادي ما شتهاش في الاول، غير هادي حسب ليا في الاول قال لي سي كانتو في الاول 50,000 10,000 ريال، قلت له لا، قلت له بزاف عليا، قلت له نعطيك 20 الاورو في هادي. فوالا ومني شافني مصر قلت له المهم، وهاديك الصغيره بشحال حتى التالي شفتها، قال لي راه عندي وحده صغيره شفتها، قلت له بشحال هادي، قال لي هادي نحسبها لك ب 20، هادي 20 وهادي قال لي نحسب لك ب 50، قلت له لا انا نعطيك 20 في هادي ونعطيك 10 في هادي، وراني كنهضر معاك بالمعقول، راني باغي نخدم عليك. قال لك لا عطيني 40 عطيني هادي، بقى كيتزايد معايا شويه وكنت شاطر معاه. المهم في التالي قلت له شوف بغيتي ب 30 اورو بجوج نديها
شديتيه وما بغيتيش هادي ديالك الله يعاونك. قلت له انا اصلا هادشي راه حقاره غير بغيت جاي فوق الشبعه وصافي، راه ما غيشتها وصافي عجبتني وصافي، راه حقاره ما كنعرفش نخدم هادشي ما كنعرفش. وفعلا انا الخطره ماشي شي واحد بروفيسيونيل في هادشي، شريناها باش نديروا بيها شويه ديال الفيديو نتعلموا فيها اون ميم طا. ومنين لقيت هادي هادي قلت راه ندي حتى هادي ب 30 اورو، راه هي ما تشطر ما غادي يخليها لي ب 30 هاديك. راه شفت هادي دخلتهم بجوج. ايوا هذا ما كان اخوتو، ان شاء الله تكونوا عجبكم هادشي وتكونوا شفتوا هادشي عجبكم. المهم السلام عليكم الخوت، وديروا لنا لي بارطاج وديروا لنا لي كومونتير لي جيم، وان شاء الله الى عجبكم هادشي قولوا لي واش شمتني ولا شمتو. السلام عليكم الخوت.